الحديث الذي في الصحيح أو في صحيح البخاري أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عنده كتابا، فهو عنده في العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. ولهذا جانب الرجاء في الله والطمع في رحمته باب واسع، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا في آخر الزمان. نحن نحتاج بين الحين والحين إلى مبشرات ومؤنسات. فالجنة التي هي أغلى سلعة، روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولهذا دائما يقال لمن ضيع دينه من أجل مال أو من أجل شهوة أو من أجل شيء، يقال هل الجنة، هل أنت مستعد لتفرط في جنة عرضها السماوات والأرض من أجل هذا، أو أنت مستعد لدخول النار في هذا؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني من أجل شيء حقير تستحق أن تدخل النار؟ ولو كان السرقة لشيء عظيم فإنه ذرة وجناح ذبابة أمام الآخرة. المهم أريد أن أذكر، ما دامت الجنة سلعة غالية فالعمل الذي يؤدي إليه لابد أن يكون رفيعا. والدليل على هذا أن السابقين من الأولين الذين دخلوا الجنة أو استحقوا دخولها أو بشروا بها لم يدخلوها بالأمان، حتى جاء في بعض الآثار إن أصحاب الأمان في جهنم. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد أن الإنسان الذي الكسول الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان ولا يعمل، آمنوا ولا عمل، حتى الإيمان تأو فيه ما فيه. لكن مع ذلك نذكر نماذج ممن قضوا نحبهم ممن قبلنا، دفعوا أثمان باهظة حتى استحقوا دخول الجنة، في حين الأمة الأخيرة أمة مرحومة، أعمال يسيرة وأجور كثيرة وتصرفات لا يلتفت إليها تكون سبب في دخولك الجنة. أولا بالنسبة للذين دفعوا النفس والنفيس في دخول الجنة، قال ربنا عز وجل في سورة آل عمران وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هنا قراءة كأي من نبي قاتل، ولكن قراءة وكأي من نبي قتل أي كثير من الأنبياء قتلوا في سبيل الله. من ذلك أصحاب الرص، قرية سموا أصحاب الرص أي أصحاب البئر، كانت عندهم بئر، ماذا فعلوا لنبيهم؟ يقال إن اسمه حنظلة بن صفوان في بعض الآثار، لا يهم الاسم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن هذا النبي الكريم وجد قومه يعبدون شجر الصنوبر، صنم يعبد من دون الله، فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه، رموه في البئر حيا، أغرقوه ودفنوا عليه البئر، ردموا عن البئر. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط كما في سورة قاف. أصحاب الرس يعني هذا النبي الكريم في سبيل الدعوة إلى الله قتل ودفن في بئر وهو حي حتى فارق الحياة صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظ مقابل الدعوة، مقابل أنه نبي رفيع المستوى وأنه من أهل الجنة قطعا، انظر ماذا دفع في سبيل هذا. وانظر إلى يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم حينما قطع رأسه، قطعه اليهود لأنه دعاهم إلى الإسلام وأراد أن يصحح الدعوة التي أفسدوها بعد موسى عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى مطاردتهم للمسيح ابن مريم، أرادوا أن يصلبوه ويقتلوه ولكن رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه. وغيرهم من الأنبياء أمثلتهم كثيرة. بعد الأنبياء أيضا هنالك نماذج ممن دفعوا أنفسهم ثمنا لاستحقاق دخول الجنة، من ذلك مؤمن آل ياسين رحمه الله تعالى الذي ذكره الله تعالى في سورة ياسين صفحة الثانية منها، أن أصحاب القرية اللي هي أنطاكية في جهة الشام جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. الأنبياء الرسل لما جاءوا لهذه القرية، هذه القرية حبوا يقتلوا الأنبياء، فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا حبيب النجار، وكان رجلا مريضا سقيما وكان نجارا، وقيل كان يبيع الحبال الجرير والحبل، كان يتصدق بنصف كسبه، خلاص زوج كلمات، كان يتصدق بنصف كسبه
مش برك يهدر برك، لأنه أحيانا تكون التدين مجرد كلام، يولي مجرد سلعة يعني تتداول وتتناول من كل من هب ودب. فهذا لما دعا قومه قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أتبع أعبد الذي فطرني وإليه تحشرون. الآيات وإليه ترجعون، الآيات من سورة ياسين. بعدين ماذا فعلوا؟ قتلوه. قيل رجبوه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ومثلوا عليه بالحجارة حتى قتلوه. وقيل إنهم رفسوه بأرجلهم حتى مات. فلما رأى النعيم وبشرته الملائكة وفاضت روحه إلى بارها، وش قال؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عجيب هذا الإنسان، مفروض يقول: معليش ماذا بي يوم القيامة نشوف كيف يعذبهم ربي. قال: كوهر يعرفوا بلي راني من أهل الجنة باش يدخلوا الجنة وماذا بي. قتلوه رفسا بالأقدام رضي الله عنه وأرضاه. من أيضا النماذج الخالدة في التاريخ سحرة فرعون، هذا نموذج عزيز جدا ولا مثيل له. في يوم واحد كما قال ابن عباس: كان سحرة فرعون أول النهار كفارا عتاتا يعبدون فرعون من دون الله، وفي وسط النهار بعد المناظرة مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يفكون صاروا مؤمنين، وكانوا في آخر النهار شهداء، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. الآيات من سورة الشعراء، من سورة الأعراف، من سورة طه. إذا الله لما فرعون لما صلب الشعراء صلب السحرة على جذوع النخل بالمسامير والدماء تسيل، ويقول: لا ضير، إنا إلى ربنا مقلبون. وقال: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وبعدين قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، موش حاجة سهلة، وتوفنا مسلمين. هذا نموذج ناس شفت ضحوا، قالوا: إننا لا أجر كنا نحن غالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. الآية الأخرى: إذا لمن المقربين. كانوا راح يوليوا من علية القوم، لكن هما لما عاينوا الحقيقة هانت عليهم أنفسهم وهانت عليهم الدنيا بأسرها، فرطوا فيما كانوا فيه وما سيصيرون إليه عند فرعون من الحظوة والمكانة في سبيل الله، فماتوا شهداء لله رب العالمين. من ذلك في نفس الزمن آسيا بنت مزاحم ذكرناها الجمعة الفايتة لما عذبت في الصحراء وفي الهجير في آخر المطاف، فرعون ماذا قال لجنوده؟ قال: اذهبوا إليها فإن عادت إلى ديننا وإلا فألقوا عليها صخرة. تخير، فأرادوا أن يلقوا عليها صخرة وامتحنوها آخر امتحان، آخر فرصة، شوف الضلال المبين. فالله عز وجل أراها بيتها في الجنة، سبحان الله، لأنه كان واحد المواقف محتاجة أن الغيب يتكشف، سينو والله ما تقدر تتحمل. لأن كما جاء في سورة التحريم قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما قالتش ابني لي بيتا عندك، عندك بيتا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اختارت الجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة. فأراها الله بيتها في الجنة. قال المفسرون: ثم فاضت روحها وسقطت الصخرة على جسم لا روح فيه، بفضل الله، لأنها ربما امرأة لم تكن لتتحمل، فرحمها الله عز وجل في الدنيا والآخرة. من ذلك امرأة أخرى سمية بنت خياط رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام، هي أم عمر بن ياسر مبشر بالجنة، وهي مبشرة بالجنة، وزوجها مبشر بالجنة، بصح في مقابل واش؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم يعذبون في صحراء مكة فلا يزيد على أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، رواه الحاكم في مستدركه بسند حسن. صبرا آل ياسر، ما عندي من ديركم، مستضعف لا يمكنه أن يعني يدفع عنه، كما قال ابن مسعود عن رسول الله كما في البخاري: لما رأى المشركين يضعون سل الجزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة قالوا: لا أملك شيئا. ابن مسعود يشوفهم يضربوا في النبي وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، حتى أسلم عمر وحمزة وهذوك الفرسان الكبار قالوا: ما كنا نصلي عند البيت حتى آمن أو أسلم عمر ابن الخطاب. المهم، فقلنا سمية بنت خياط في آخر المطاف أراد أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام المخزومي أراد أن يفتنها في دينها، فلم تجبه إلى هذا وثبتت على الدين حتى رماها بحربة فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وقتلوا زوجها ياسرا. وأما عمار فهو من الذين تشتاق إليهم الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا في مقابل الجنة دفعوا أرواحهم وانتهت حياتهم، ولكن إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، كما في سورة العنكبوت، الحيوان هي الحياة المستمرة الدائمة السرمدية الخالدة الكاملة، الحياة الكاملة.
أخيرا بلال بن رباح ويقال له بلال بن حمامة رضي الله عنه الحبشي المعروف مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يعذبه أمية بن خلف ويربطه بالسلاسل وبالحبال ويعطيه للأولاد يلعبون به في الصحراء، ويوضع على في الهجير على الرمل الساخن وتوضع عليه الحجارة العظيمة، فما يزيد على قوله أحد أحد. عذاب أليم لا يطاق ولا يتحمل إلا إذا هبت رياح الإيمان واليقين التي تجعلك بمثابة الجبال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحة الألباني رحم الله الجميع، قال النبي عليه السلام: رأيت ليلة أسري بي وقد دخلت الجنة سمعت وجسا قيل خشخشة، فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال: بلال المؤذن سمع حاجكم رجليه يمشي في الجنة بالنعال. طبعا بس قال له بماذا؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ما شاء الله لي، ومن عمله جاءت سنة ركعتي الوضوء. إذن هذا الرجل الشامخ الطود الأشم الذي صبر في سبيل الله وعذب لأن الجنة غالية وتستحق كل هذا العناء وكل هذا الغلاء. إذن بينما نحن في آخر الزمن لما علم الله عز وجل ضعفنا وقلة حيلتنا وكثرة الملهيات والمغريات، ومع ذلك تبقى النار أيضا يتوعد الله بها من نكص على عقبيه وترك الدين وراءه ظهريا، ولكن الذي نريد أن نذكره الآن نماذج من النصوص التي دلت على أنه يمكننا دخول الجنة بأعمال يسيرة. من ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام مالك وموطئه بألفاظ مختلفة متقاربة أن الإنسان يقول كلمة تكون سبب في نجاته يوم القيامة كما تكون كلمة سبب في هلكه بينسو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت من رضوان الله، يرضى الله عنه بها أو يغفر الله له بها أو يرفعه يبلغه أعلى الدرجات، أو قال يبلغ رضاه أو يلهمه رضوانه إلى يوم يلقاه. إذن مجرد كلمة حق تقولها أو كلمة خير تبثها فإن الله عز وجل يكافئك بها مكافأة عظيمة. لك أن تتخيل كأن تنشر منشورا في وسائل التواصل الاجتماعي أو تشهد شهادة حق أو تقول كلمة في مجلس معين حيث ربما الدين محارب وحيث الدين غائب وضعيف وتجهر أنت بالحق، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صح عنده سلطان جائر، مش على المنبر ولا فيسبوك ظل تسبه بالحكام ذوك، هذه ما تنفع حتى واحد، يعني ما راح يتسقم وكيسمعوك تسب، ما راح تسقم البلاد بهذه الطريقة، راح تزيد الفوضى وتزيد الفتن. الناس اللي مش فاهمين الأمور هذه ما مش فاهمين بكل صراحة، ما مش فاهمين الأمور. وإلا كان كلمة حق عند عنده ظرف مكان تروح ليه تنصحه، كاين يقبل نصيحة وخاصة تكون سر يقول لك بارك الله فيك، ممشي ما يطبقش، وكاين ربما يأذيك أو حتى يقتلك، ولهذا نماذج في التاريخ. قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، مش عند سلطان جائر، فرق. المهم ما هوش موضوعنا برك جبتها على أن الكلمة تكون في محلها تكون عندها وزن ثقيل عند الله تبارك وتعالى. من ذلك قوله كما في سنن الترمذي: من رد عن عرض أخيه رد الله عنه نار جهنم يوم القيامة. أنت قاعد في جماعة سبوا واحد وتكلموا فيه فتدافع عنه وتنصره في سبيل الله فإن الله عز وجل يمنع عنك نار جهنم يوم القيامة. موقف ربما كثير من الناس ربي راه وفقه ليه ويديره دائما ومو شعر باللي هذاك هو اللي يديه للجنة. من ذلك أيضا تابع لكلمة الكلام هو ثانيا موضوع الذكر. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، كما جاء في صحيح البخاري أيضا أن ذكر الله أفضل حتى من القتال في سبيل الله، أفضل من الجهاد وإنفاق الذهب والورق وضرب أعناق الأعداء، ذكر الله. من هذا أمثلة كما في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. أغرس ما شئت من النخيل، أمر يسير والحديث صحيح، ولكن أكثر الناس لا يعملون لأن الشيطان يوسوس ويغر ابن آدم يقول زعما هذه نعم نخلة في الجنة سبحان الله بحمده، رحت قيلت كتبت والله يضاعف لمن يشاء. إذا شوف الذكر اليسير والأجر الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز في الجنة وغيرهم البقية الصالحات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وأمثلة طويلة جدا.
من ذلك أيضا أيها المسلم أيتها المسلمة الصيام في سبيل الله، الاثنين ولا الخميس ولا أيام البيض ولا هكذا نفحت لك تصوم يوم من الأيام ولا عرفة ولا عاشوراء ولا ستم شوال ولا ذي الحجة الأول، هذا الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام، الحديث رواه البخاري ومسلم، من صام يوما في سبيل الله باعده الله من النار 70 خريفا 70 سنة تبعد من جهنم. واحسب شحال عندك يوم صمت في سبيل الله بفضل الله. في الحديث الآخر عند الترمذي قال النبي عليه السلام من صام يوما، عند الإمام أحمد، من صام يوما في ابتغاء وجه الله فختم له به دخل الجنة. هذه راك صايم موتت تروح الجنة. إذن عندما تستغل أوقات الصوم خاصة أيام الشتاء غنيمة المؤمن الباردة فتصوم فتموت، فهذا من حسن الختام كما ذكرنا في خطبة حسن الخاتمة. من ذلك أيضا أيها المؤمنون مما يدخل الناس الجنة بسهولة هو الوقوف مع الناس ومساعدتهم وقضاء حوائجهم، كما في صحيح ترغيب الترهيب بسند صحاح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أعرابي كما في حديث ابن عمر يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. شوف روحك إلى راك نافع ولا خطأ، شوف إلى متت يفتقدوك الناس والله كأنك لم تكن، هل أنت نافع أم لا للناس؟ راه الآن يتكلم من الله تعالى عن الأمور مع البشر مش معه هو سبحانه وتعالى. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال أي الأعمال أحب؟ قال سرور تدخله على مؤمن تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تسد عنه حاجة إلى غير ذلك. ثم في نفس الحديث قال ولا أن أمضي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي شهرا. لما تقضي حوائج الناس شحال مرة أنت رحت مع واحد في وثيقة ولا في دوسي ولا دفعه في إدارة ولا مشيت معاه ولا وجهته ولا نصحته ولا أي إنسان محتاج ولا إنسان كبير ولا عمرت الواحد ما يقرأ الشاك ولا هذه قضاء حوائج دلنا لها جمعة خاصة. قضاء حوائج الآخرين ذا وفقت إليه إياك أن تضيعه، وكذلك الصدقة على المحتاجين وقضاء حوائج المساكين والفقراء، فإن الله عز وجل يحبك لأنك نفعت عياله وعباده، أنت أحب الناس إلى الله. إذا كان الناس ما استفاد منك ولو أنت موت خير أن نشوف، إذا ما عندك حتى فايدة لازم تكون يتيل، لازم تكون نافع مؤثر تأثير إيجابي، لأنه كان تأثير إيجابي وكان ماكش مؤثر وكان تأثير سلبي، ماكش مؤثر على الأقل نوتر، تأثير سلبي هذا نعوذ بالله من الخذلان. لأن العمل الصالح اللي قلنا عليه سواء الصدقة بالمال والله الإعانة بالنفس هذا توفيق. واعلم أن الناس موفق ومخذول، كان موفق وكان المخذول والعياذ بالله تعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب كما جاء على لسان سيدنا شعيب في سورة هود. إذن قلت هذه الأعمال التي نحسبها هينة وهي عند الله عز وجل عظيمة، فنصرة المظلوم وإعانة الفقير كل هذا من شأنه أن يجعلك عند الله من المقبولين. هذا مع البشر، فكيف مع حتى مع غير البشر، مع البهائم مع الحيوانات؟ روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فنزلت إلى بئر فسقته فشكر الله لها فغفر لها. انتهت القضية. إنسان مسرف على نفسه مذنب من كبائر الذنوب يفعل، سقى كلبا حشف يعني كلب سقاه الماء ولا أعطاه الماكلة ولا القط والله ننبر أي حيوان، فالله عز وجل نظر إليه نظرة رحمة. ولهذا في هذا الحديث صحابة عجبوا قالوا ألنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر، سقيت شجرة وسيت كذا إلى غير ذلك. من الأمور الأخرى أيها المؤمنون إماطة الأذى عن الطريق، هذا باب واسع وديورنا وشوارعنا معمرين بالأذى، يعني يا باغي الخير أقبل كما نقولها في شهر رمضان. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا من أمتي يتقلب في الجنة، كما الولاد الصغار هذاك يقعد يلعب فوق السرير ولا فوق المطلع، تقول لي صغير ابن عمي في الجنة على بالك، لما تشوف ذلك النعيم وذلك الروح والريحان وغير ذلك فإن الله عز وجل يكافئك مكافأة عظيمة. من ذلكم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشوك عود شوك أو غصن شوك أمطه من الطريق. في رواية البخاري قال أنزعه أو أنحيه، ما بدي يقول ينحي، أنحيه لا يؤذي المؤمنين، مش يزيد يرمي الشوك يحفر الحفر، قداش حفرة راها قدام دارك يفوتوا الناس، هذا راح تكسروا الامورتيسور، هذا راح له طاس، وهذا راح له مش عارف جونطة الياج. إذا هذه الإشكالية احنا ما نبادروش هذه الأعمال، صح هي خدمة البلدية ويحاسبهم ربي يوم القيامة الحفر هذول اللي راهم تكون الماتريال،
ولكن انت يا اذا كان باب تاع خير وتقدر تدير ولا كان لبس بك شويه شوي سيما شويه قدرون شويه مش عارف الاخر تردم حفره عند الله تعالى وش تساوي تقول لي فوتوا بسرعه لو كان سقم لهم طريق يا سيدي زيد دودان جيب لوتوريزاسيون زيد دودان اسم كل صراحه ثاني كان اسم هبل لما تسقم له الطريق يولي قتال ارواح لكن حبيت نقول عندك فرصه تلقى شويه لابوبيل سايحه ساشي مزقه ما تلقى فيها حرج وتتنحيها وكاين اللي يتكبر انه يمس لابوبيل ولا لا لا كتذكر حديث كما هذا وتميط الاذى واماطه الاذى عن الطريق صدقه هذا من افضل الاعمال من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هو نفسه الذي رواه ذكره الالباني في صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري لما ذكر قضاء الحوائج والصدقه قال ومن كظم غيظا وهو قادر على ان يمضيه دعاه الله يوم القيامه فيخيره من اي الحور شاء يعني لما الانسان يغضب من انسان والله في البيت والله من زميله في العمل والله صديقه ولا كذا وبعدين يتحكم في غضبه ويفوتها قالوا الناس تاع بكري اللي فات على كلمه اللي فات على روح وتفوتها اللي تريد وجه الله من كظم غيظا وهو قادر على ان يمضيه دعاه الله على رؤوس الخلائق شوف والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شعور فقط يجعلك تدخل الجنه ولكن احنا يا للاسف لما الشيطان ينفخ في ابن ادم ويقول له لازم تنتقم ويقول له بلي كيفاش تقال لك هذه الكلمه كيفاش دار معك هذاك الموقف وما تسمحش وما تعفوش وهو راه يحاول ما خاطئ يكون هذا بين الازواج وبين الرجل ومرته وكذا وما يسمحش ويبدا متشدد هذا لا يليق لاننا نعامل الله من خلال عباده هذه مهمة جدا سواء في الصدقة سواء في المساعدة سواء في النصيحة سواء في التوجيه كل هذا الشيء تنظر أنك تتاجر مع الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سمها تجارة كما في سورة الصف إذا اللي حبيت نقوله اليوم ما هو الأمثلة اللي ضربناها وكاين أمثلة أخرى على كل حال أنها سهلة في المتناول على بورتي دو تول موند كما يقال ولكن كثير منا يتساهل ويتقاعس ويتكاسل ويوسوس له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فيعرض عن هذا كي تقوم الساعة ويلقى الناس كما هو في مثل ظروفه أقل فازوا بالدرجات العلى في أشياء يسيرة ميسرة يعلم أنه من الأخسرين أعمالا ولهذا شرع الله الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه الأمور ونحمد الله أن هدانا إلى خير الملل وجعلنا خير أمة وجعل أعمال هذه الأمة في آخر الزمان قليلة وأجورها عظيمة كثيرة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للإخلاص وابتغاء وجه الله وأن يسر لنا ويوفقنا الأعمال الصالحة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير صلى الله يجعلنا من المؤمنين الصادقين وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن لا يجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض الدين عن المدينين